بص بقى يا فضل يا ابني، انا مش عايزاك تحشر نفسك في اي حاجه في بيت سعيد. يعني ايه يا ماما؟ يعني ايه وانا هبقى واحد منهم؟ هتبقى واحد منهم؟ ادي قلتها بلسانك، يعني انت لسه ما بقتش. بص بقى يا ابني، انت بعد ما تاخد انيسه وتعيش معاها في بيتك خلاص انت حر، الموقف كله في ايدك، ما حدش يقدر يعمل لك حاجه. لكن لحد دلوقتي انت لسه على البار، يقدروا يرجعوا لك شبكتك ويقولوا لك مع الف سلامه، وانت ما تقدرش تقول تلت التلاته كام. ايوه بس يا ماما، الحاجه اللي انت ما تعرفهاش ان انيسه بتحبني بجد، بتحبني قوي، ولعلمك بقى هي متمسكه بيا جدا جدا ومش هتستغنى عني ابدا. ايوه يا حبيبي، بتحبك ومتمسكه بيك، لكن بتحب ابوها اكتر. واديك شفت هي عملت ايه لما انت اتكلمت على ابوها كلام مش كويس. يعني حضرتك عايزاني ببساطه كل ما اشوف حاجه غلط انكتم وما اتكلمش؟ مين قال كده يا ابني؟ مين قال كده؟ بس ساعات الواحد يتهيأ له انه شاف حاجه غلط، لكن هي في الحقيقه مش غلط. زي كده ما انت تهيأ لك انهم قابضين على سعيد وانه بيتاجر في المخدرات. لا انا ما كانش بيتهيألي، انا عارف ومتاكد ان الراجل اللي شفته مقبوض عليه واللي كان بياكل كسكسي هو انكل سعيد. لا ده انت مش تقصده بقى سعيد انت شفته واقف على العربيه في الشارع. لا يا حبيبي، سعيد ده ابن ناس وطول عمره متربي على العز، ما يعرفش الرمرامه دي. طب وبعدين يا ماما؟ وبعدين اعمل ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه. تعمل ايه في ايه بس يا ابني؟ جرالك ايه؟ انت ما كنتش كده. مش عارف يا ماما، مش عارف، انا جعان. شكرا يا استاذ رغد. ما قلنا بلاش في السيز دي بقى. حاضر يا استاذ. ما تفضل تشرب قهوه غدا فوق. لا معلش، اصل انا يعني دوب اروح البيت ارتاح شويه وبعدين اطلع المكتب. اللي يريحك، عن اذنك. اتفضلي. بينا تليفونات بقى. ان شاء الله. مع السلامه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا سعيد. شفت القضيه تاجلت ازاي عشان ما خدتنيش معاك اسكندريه؟ وتلاقي القاضي قال تؤجل القضيه الى حين حضور سعيد مسعد ابو السعد. ربنا يخليك يا سعيد. يخليكي. عن اذنك. ان شاء الله هتكسب القضيه. باذن الله. مش عارفه ماما، انا خايف وقلقان لا يكون في حد شبه انكل سعيد هو اللي بيعمل الحاجات دي كلها. ده اكيد يا ابني، هما مش بيقولوا يخلق من الشبه 40؟ اسمع، انا عايزك تسمع الكلام اللي هقوله لك ده كويس وتحطه حلقه في ودنك. اتفضل يا ماما. اسمع يا حبيبي، لو كنت عايز تنول رضا اهل خطيبتك، اوعى اوعى تتكلم كلمه وحشه على سعيد قدامهم. حتى لو شفته بيعمل حاجه غلط قول لا لا لا، ده مش انكل سعيد. انت فاهم؟ انا بفهم معاكي، انا بفهم معاكي. افرض مثلا انك شفته مره ماشي في الشارع وحاطط دراعه في دراع واحده تانية غير مراته، اوعى تقول ده انكل سعيد، قول لا 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 ده واحد غيره شبهه. انت فاهم؟ انا مستوعب معاك يا ماما، كملي عادي كملي. المهم انك ما تتكلمش كلمه وحشه قدام حد فيهم. الله عليك يا ماما، الله، كلامك كله حكم ومظبوط. يعني انا علشان اتجوز وابقى سعيد في حياتي لازم ابقى كذاب ومنافق. لا يا ابني ما قلتش كده، واديك شفت اللي نابك من سوء تصرفك المره اللي فاتت. في حد في الدنيا يقول للغوله يا غوله عينك حمراء؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا بنتي يا انس، لو تعرفي بابا كان معجب بسامي قد ايه. يا سلام، كل ده عشان صلح له العربيه كويس؟ لا، كان معجب بشخصيته. ايه شخصيته؟ ويا ترى بقى صلح له العربيه ببلاش ولا خد منه فلوس؟ لا، سامي مش بيفرق في شغله بين اي حد وبين ابوه. ده باين عليه بقى يعني كده كده كده. هو برضو اللي كده. بلاش انت يا بتاعت فضلي. قال كده ايه؟ على العموم الموضوع مش موضوع بخل. انا وسامي اتكلمنا كتير في الموضوع ده، وقال ان احنا عندنا قرايب وصحاب كتير، ولو كل واحد ما دفعش يبقى هنفتح الورشه علشانهم. لكن كده بقى كل واحد عارف انه هيدفع زيه زي غيره. يا سلام، وايه فايدة ورشتكم بقى؟ ما يروح يصلحها في اي ورشة تانية. يا سلام، اي ورشة تانية؟
اصلك يا بنتي ما تعرفيش ورشتنا. ورشتنا يا سلام على ورشتنا وحلاوة ورشتنا وجمال ورشتنا. ده اللي بيصلح فيها مرة بيروح يتكلم عنها في كل مكان. بدليل حتى النهاردة بابا لما جه قال انه هيقول لكل الصحاب. ما فيش اخبار عن منير وفوتة؟ تلاقي يا منير بيه دلوقتي يا عيني بيلعب حوريني يا ديكة. ولا ابوري اكتب خالص، انا مش منبه عليك قبل كده ما تتدخلش في المسائل دي. المره اللي فاتت منير بيه كان عايز رفقتك وانا قلت له لا. هو انا قلت حاجه؟ انا قلت بس ان منير بيه محتار، هو بيجري ورا طليقته وطليقته بتجري ورا سعيد بيه، ويسبينا فجاه كده واحده طلعت لنا ما اعرفش منين بتطرد منير بيه. قال لي سعيد بيه حضرتك بتجري ورا مين؟ بس يلا انت كل حاجه بتحشر نفسك فيها. انا صحيح يا سعيد، ايه اللي لخبط الدنيا كده؟ هو منير ومراته مش كانوا متفقين ان هو بعد انت ما اتطلقت هيرجعوا لبعض تاني؟ ايوه كانوا متفقين. امال ايه اللي حصل؟ مش عارف ايه اللي حصل. يوه يا ست فوتنا بعتلي رساله، شوف كاتبالي ايه؟ يا وحشني الرد عليا. طب وبعدين في المشكله دي يا سعيد؟ انا مش عارف منير هيعمل ايه. انا بقول لك يا سعيد ايه، منير بيه يفضل زي حالاتي عزبنج كده، وعلى راي المثل العزوبيه ولا الجوازه العره. ولا بوري انا مش قايل لك ما تتدخلش امشي. بس بوري بيتكلم صح. طب انا بقول لك حاجه، ما يتجوز عبله، ما هي عبله حلوه وبتحبه وبتجري وراه دايما. مين عارف بعد الجواز مين هيجري ورا مين؟ عبله مش سهله يا سعيد بيه. انا قلت لسعادتك لا هو بالحلاوه ولا بالوحاشه. بعدين بقى انت عايزها ايه؟ لا مش هي ده رؤوف. ايه رؤوف؟ ايه ما جيتش ليه؟ في المحل انت الظاهر نسيت. طب انا في انتظارك. لا مش هقدر اصل عندي شغل. بقولك ايه، بعد ما تخلص عندك ما تعدي عليا، انا عاوز اتكلم معاك في حاجه. ما هوش معقول كده يا محسن، لازم كل يوم تروح المحل ده؟ انت ما بقتش بتقعد في البيت زي الاول. هو حبيبتي بقعد مع اصحابي شويه. ومراتك يعني ما يتقعدش معاها؟ بعدين انت راجل مركزك كبير، ايه اللي يقعدك في مكان زي ده؟ وفيها ايه بس يا ديحة؟ ده انا حتى مشارك فيه. انا بستغرب، انا عايز اعرف انتوا بتبيعوا فيه ايه؟ مش مهم نبيع فيه ايه، المهم ان احنا واخدينه كمكان عشان نتقابل فيه. طب ما انا قلت لك يا حبيبي هات صحابك وتعالوا هنا. واشمعنى انا بقى اللي اجيبهم عندي يعني؟ طب خلاص انت تروح عند اي حد فيهم زي سعيد مثلا، وابقى اجي معاك واقعد مع نهى. سعيد؟ هو سعيد طيب يقعد في بيته لما عايزانا نروح احنا كمان عنده؟ طب ليه؟ ده حتى كان بينضرب بيهم المثل هو وناهي. كان اصل بصراحه بقى ناهي اتكبست على انفاسه زياده عن اللزوم لحد ما الراجل زهق. هو انا بقى اللي كبسه على انفاسك؟ لا طبعا يا حبيبتي، انت حاجه تانية خالص. ما انا اصلي برضو زهقت يا محسن من القعده لوحدي، يعني انا مش عايزه اضايقك او افرض عليك حاجه، بس لازم تقدر اللي انا فيه. عارف يا حبيبتي عارف، وانا حتى ماليش مزاج اخرج الليله دي. انت عامله لنا ايه على العشاء؟ تحب تتعشى ايه؟ Thank you.
استهاني ما تعملي في نفسك كده. ده هما لسه صغيرين والبيمة شغله كتير. قومي معايا استهاني. سايقة عليك النبي لا تقومي معايا. قومي استهاني. ما ينفعش اقول لحضرتك كل سنه وانت طيبه يا ستي ولا عشان انا مش قد المقام؟ حدي بات زي توتو، حدي بات زي توتو، حدي بات زي توتو، ستي ناهد ستي ناهد، حدي بات زي توتو. انت لو كنت جيت معايا المره دي كنت هتتبسط قوي. اشمعنى المره دي؟ انا كنت معاك المره اللي فاتت. لا المره دي بقى كان الجو حلو قوي وكان منظر البحر يجنن يجنن. وانت جايبني لحد هنا عشان تقول لي الكلمتين دول؟ لا ده انا كنت عايزك في حاجه كده يعني. حاجه ايه؟ يا مدام سميره ما كلمتكش عني؟ اتكلمت. قالت لك ايه؟ مالك ملهوف كده ليه؟ لا اصلا انا يعني بحب اعرف راي الزباين في ايه. سالتني انت عاوز كام؟ بس كده؟ امال عايزها تقول ايه تاني؟ يعني تقول رأيها فيه؟ ما انا قلت لها انك محامي كويس. وهي قالت ايه؟ جرايا رؤوف حريقة الليلة هي قالت لي ايه وانا قلت لها ايه؟ اشمعنى دي يعني اللي مهتم بيها قوي كده؟ لا يا سعيد لا ما تفهمش المسألة غلط. انا بهتم بكل الزباين. بس يعني انا شايف ان مدام سميرة مختلفة عن كل الزباين. مختلفة عنهم ازاي؟ يعني ست في منتهى الرقة واخلاقها عالية. ليه؟ انت كل زباينك اخلاقهم واطيه؟ في ايه اللي حصل ماما؟ مالها؟ تعالى ايه اللي حصل ماما؟ مالها؟ مبروكه بتقول ان ماما تعبانه قوي. تعبانه مالها؟ عندها ايه يعني؟ كتر خيرها لولا صحتنا كنا هنفضل ناسين. اه فعلا كتر خيرها انها صحتكم كنت هتفضل ناسين. ايه بقى قولي له؟ صحيني صحيني، دي صحتنا دي سرعتنا. اصحوا اصحوا، النهارده عيد ميلاد الست وانتوا لسه نايمين ولا دريانين؟ يا حبيبتي يا ماما دي تلاقيها زعلانه قوي. ياه ده عيد ميلاد ماما النهارده. بس يعني انا شايف ان مدام سميره مختلفه عن كل زمايلها. يعني ست في منتهى الرقه واخلاقها عاليه. لا يا سعيد لا ما تفهمش المسألة غلط. انا بهتم بكل الزباين. كده يا سيدي اللي حضرتك عملته يا سيدي. ايه عملت ايه؟ استلقى وعدك بعمل ستة يعني بتاكل رز مع الملايكة. ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ حضرتك يا بابا مش عارف النهارده ايه في الايام؟ النهارده 23. 23 مظبوط. وده معناه ايه؟ ملوش معنى يا بابا. هيكون معناه ايه؟ النهارده عيد ميلاد ماما. يا خبر يا بابا بقى يا خبر. طب ليه ما حدش منكم فكرني قبل ما اخرج الصبح؟ احنا نفسنا كنا ناسيين. المهم طمنوني عملتوا ايه؟ ما عملناش حاجه وماما زعلت قوي. طبعا لازم تزعل، مناسبة قومية عائلية زي دي لازم تفتكروها. ما حضرتك نسيت يا بابا، يعني الحل من بعض.
هفتكر ايه ولا ايه؟ انا عندي مشاغل كتير قوي الايام دي. بس لا يمنع برضو ان هما كده برضو هتفضل زعلانه. خلاص احنا بكره ان شاء الله نصلح اللي احنا عملناه ونشتري الهدايا وبسرعه. لازم. مش ينفعش. ما ينفعش. ولا كل هدايا الدنيا تساوي ان انتوا تفتكروا تقولوا لامك كل سنه وهي طيبه بس تبقى في وقتها. ما ينفعش. كل سنه وهي طيبه. كارثة قومية عائلية. أنا آسف. طبعا كان لازم افتكر عيد ميلادك، يعني ليكي حق تزعلي، بس اعذريني انا اليومين دول متلخبط، يعني مش قادر اركز، وفي حاجات كتير بنساها في الشغل. هو انت بتسوي عيد ميلادي والحاجات اللي بتنساها في شغلك؟ اشمعنى انا ما عملتش معاك كده؟ اشمعنى انا يوم عيد ميلادك ما جاليش نوم خالص؟ طول الليل بفكر هجيب لك ايه؟ وفكرت ولادك وقعدنا نفكر سوا هنجيب لك هدايا ايه؟ نعمل لك مفاجآت ايه؟ اشمعنى انا يومها لو كنت طول اجيب لك نجمه من السما كنت جبتها لك؟ اشمعنى انا؟ يعني ده انا ما بنكرش ان انا غلطاني، بس انا يوم عيد ميلادي ما اهتمتش بيه، ولو كنت كلكم نسيتوا ما كنتش هتضايق. انت حر في نفسك، بس انا عيد ميلادي تفتكره وتهتم بيه وتحسسني كمان ان انت اسعد مني باليوم ده. انا ماليش طلبات خالص، دي اقل حاجه يعني. أنا آسف بجد، آسف. كمان الولاد نسيوا عيد ميلادك. وأنا كمان هنساه؟ وأنت فاكر إن أنا هكلمهم في حاجة؟ ولا يستحقوا حتى العتاب. بجد أنا آسف يا نادي، حقك عليا، بس عشان خاطري بلاش نكبر الموضوع. يا مات ده صوت مبروكة؟ يلا عشان تكمل. الحقيقة يا ستي ليه هتبطل تتبسط؟ هي خالت إيه؟ التورتاية كلها؟ بس احنا مالناش ذنب في اللي حصل لمبروكه. ما انتوا لو كنتوا احتفلتوا بيا كانت التورته اتوزعت علينا كلنا، كان كل واحد خد حته قد كده. كان زماننا كلنا نايمين في المستشفى. كانتش هتلحق تحوق يعني. انت جبتيها منين؟ تفيده اللي بعتتها. قلتي لي ده انت تبوسي ايدك وشي وظهري وتحمدي ربنا ان احنا ما كلناش منها. انت بتتلكك، وهي تورته التفيده مالها؟ هي اللي مفجوعه. يبقى تستاهل.
بيها في حياتي وأسعدتك بيها، ربنا يجعلها آخر الأحزان يا رب. آخر الأحزان في مين؟ مبروكة. إحنا لسه جايين من عندها، ماتت إمتى؟ الله، يمكن ما ماتتش، أصلاً شايفكم مهمومين، قلت تبقى مبروكة فلسعت. ده أنت غريب، عديم الإحساس. طبيعي زي اللي مشغلين. هم لسه نايمين لغاية دلوقتي؟ ليهم صحي وراحوا كلياتهم. انتوا لسه ما قمتوش؟ ماما حضرتك ما صحتناش من النوم. المحاضرة اللي راحت عليا. راحت ولا جت؟ يكون في معلومكم. أنا كمان مش هتنطر على منبهات بعد النهاردة. طب يا ماما الفطار جاهز بقى؟ الفطار إيه اللي جاهز؟ أنا لسه راجعة من المستشفى دلوقتي. مبروكة ما جاتش مع حضرتك؟ مبروكة هيحجزوها 3 4 ايام واحتمال اسبوع ويمكن 20 سنة، فاللي عايز حاجة يقوم يعملها بنفسه بعد كده. طب يا ماما ومذاكرتنا؟ يا حبيبتي اللي بينفع بينفع نفسه، انا وانا قدك كنت متجوزة ابوكي وبخدم ستك اللي هي حماتي، وبخدمك انت كمان لما وصلتي اكل اشرب ايه ايه مش عارفة ايه، خلاص بقيتوا شحوطة بقى، انا محتاجة اللي يخدمني. يا ماما يا ماما كل ده عشان نسينا عيد ميلادك. هو انت نسيتي عيد ميلاد خطيبك؟ انت بتنسي عيد ميلاده؟ ده انت قعدتي شهر كامل 30 يوم فطار غدا عشاء، اجيب له ايه يا ماما؟ ده احسن ولا ده احسن يا ماما؟ ولا ده هيبقى لايق عليه اكتر يا ماما؟ 30 يوم، انا ما كنتش محتاجه منك تفكري في عيد ميلادي اكتر من 5 دقايق، صح ولا انا غلطان؟ ويا ترى بقى يا ماما مسعد كمان هتمشي عليه التعليمات دي؟ مسعد اكتر منكم انتوا الاثنين، هو على راسه ريشه، ومن النهارده المسودات بتاعت محاضراته انا ماليش دعوه بيها خالص، عشان يكون في معلومكم انا مش هخدم غير الراجل اللي انا متجوزاه عشان ده امر ربنا بس. ولا يهمك يا بنتي يا قنص، استني بس انت كل واحد كده لما يجيب هديته ان شاء الله كل حاجه هترجع احسن من الاول. بس رايي يعني ان كل واحد كده يشخشخ جيبه ويحرك ميزانيته من 250 جنيه ل 300. يعني هنجيب له ماما هدايا احسن من هدايا بابا؟ انت عايزاه يزعل هو كمان؟ ما تسيبك بقى من الحساسيات دي، المهم الحقي كلمي مسعد احسن يتدبس ويجيب هدايا زي الزفت لماما، ساعتها هتمسحوا البلاط. انا جعانه مفيش وقت اعمل فطار. قضيها روجين بقى. الو صباح الخير. معلش اصلي امبارح نمت متاخر شويه، ده احنا كان عندنا انقلاب في البيت. لا انا خلاص انا لا يا حبيبتي انا 3 دقايق واكون قدامك. ها لا يعني لو مستعجله قوي انت ممكن تمشي وانا اجي وراكي التاكسي بقى. حبيبتي يا ماما لازم تعود نفسك انك تصحى لوحدك، مش لازم مامتك اللي تصحى. ما هي ماما بقى اللي عودتني على كده، كل يوم الصبح ليها عندي في الاوضه وتصحيني. ليه ما عندكش منبه؟ لا ماما بتقول انه بيتعب الاعصاب. طب وبعدين هتعمل ايه؟ بعد الاعصاب قصدي هجيب منبه. طب وايه رايك بقى في اللي تصحيك كل يوم على موسيقى جميله؟ استاذ سعيد صباح الخير. صباح الخير. احنا زملاء واصدقاء يا سعيد، واللي حصل بينا ده مجرد خلافات. خش في الموضوع. موضوع ايه اللي انت عايزه تكلميني فيه؟ يعجبني ذكائك، انت ما بتشوفش منير؟ مختفي بقاله اسبوع. ولا هتشوفه النهارده؟ علمي علمك. ولو شفته هتشوفه فين؟ برضو علمي علمك. في المحل بتاعكو؟ جايز. الساعة كام؟ علمي علمك. عشان خاطر يا سعيد
صدقيني ما اعرفش، واظن ندخل بقى لحسن الوقفه دي ممكن تشبهنا. عيب يا استاذ سعيد تقول تشبهنا، انت واقف مع واحده ست محترمه. ما هو لانك واحده ست محترمه مش عايزه اشبهك بالوقوف معايا، انا راجل بتاع ستات وسمعتي منيله، مش ده اللي قلتيه عليا؟ طيب يا سعيد. الرحمن الرحيم، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ كلمت لي سعيد؟ مش انا ما اشوفه الاول؟ انت لسه ما شفتوش؟ ست شفته. الموضوع عايز وقت على ما اقنعه. بقول لك ايه؟ ايه رايك اشوف لك عريس على ذوقك كده ويكون على قد ايدينا احنا الاثنين؟ لا لا سعيد وبس. هو سعيد ده طلع لي في البخت ولا ايه؟ اسمع يا منير، لو انت مش عاوز تتصرف او مش عارف تتصرف سيبني انا بقى، انا اللي هتصرف عن اذنك. انا عايزاك تكلم سعيد وتساله على ناهد، ما انا عماله اطلبها في البيت محدش بيرد. تصور ان امبارح كان عيد ميلادها ومحدش قال لها كل سنه وانت طيبه. ايوه سعيد، هي براتك فين يا ابني؟ مديحه عماله تطلبها في التليفون مش لاقيها في البيت. كويس انك كلمتني. لا عايزك تعدي عليها بعد ما تخلص شغل، يعني ننزل سوا انا اهديها لبنت خالك، من امبارح ضربه بوزها شبرين. وحش المصيبه جت. ارجوك فوتنا، ارجوك سيب لي في ايدك وتعالى بسرعه، مش عايز افضل معاها لوحدي. مع السلامه. صباح الخير. صباح الخير والفل والورد والياسمين على عيونك يا حبيبي. صباح الخير. صباح الخير يا مدام فوتنا، انت عايزه ايه؟ احنا مش فضيناها سيره. بحبك يا سعيد، بحبك. ارجوكي يعني ارحميني، ما تنسيش ان انا راجل متجوز وعندي عيال. الله، انت بتعملني كده ليه؟ طب ما انت كنت هتتهبل عليا، انت نسيت ولا ايه؟ طب ارجوكي اهدي عشان نعرف نتفاهم مع بعض. مفيش تفاهم الا بعد ما ترجعني. اللي بتقوليه ده مش هيحصل، ولازم تعرفي ان اللي انا عملته ده ما كنتش موافق عليه، وعملته بضغط من منير عشان اساعدكم انكم ترجعوا لبعض. فانا عايزك تشوفي ايه الغلط بينك وبين منير وتصلحوه مع بعض. صدقني يا سعيد، انا كمان كنت فاهمه زيك كده بالظبط، لكن بعد الكام يوم اللي قضيتهم معاك مخي اتلخبط. بعد ما شفتك كل حاجه اتغيرت يا سعيد، كل حاجه اتغيرت. انت عملتني كانسانه مش مجرد جسم. انا ما انكرش ان منير بيحبني، لكن طلقني 3 مرات. عارف يعني ايه 3 مرات؟ يعني خلاص ما بقتش حاسه بالامان معاه. منير فاكر دايما اني هفضل استناه. مدام فوتنا صدقيني، انت جواكي انسانه عظيمه ورائعه ومليون راجل يتمناكي، بس اكيد ان منير معرفش يتعامل معاكي. معرفش يتعامل معايا خالص، ده حتى كلامك غير كلامه، نظرتك غير نظرته، لمستك غير لمسته. أرجوك يا مدام فوتنا، الكلام ده بيحرجني، ما تنسيش إن منير صاحبي وهيفضل صاحبي. أنا رأيي إنك يعني تبدأي معاه من جديد، الراجل عمل كل الحاجات دي عشان يرجع لك، ده دليل على إنه بيحبك. فبعدين الموقف اللي إحنا فيه إحنا الثلاثة ده موقف سخيف، ولازم نساعد بعض عشان نطلع منه. لا يا سعيد، انا مش ممكن ارجع لمنير تاني، مش ممكن. انا مش عايزه حد في الدنيا دي غيرك انت، انت بس. صدقني مش اللي جابك هنا يا ست انتي، وانت اللي جابك ورايا. يا سلام، انت مالكش اي حكم عليا. الحقني يا سعيد، الحقني. الحقك ايه بس يا جماعه؟ انتوا هتجننوني معاكوا؟ ده ما كانش شغل، ما صحش كده. لو غلطتي منه مره ثانيه انا هقتلك. انتوا الاثنين ما تستاهلوش غير بعض. سعيد رجعني بقى وخلصني من البهدله دي. وانا ذنبي ايه؟ ما تحلوا مشاكلكم بعيد عني. ماشي يا فوتنا ماشي، خلي بالك العده بتاعتك ناقص لها كام يوم، بعد كده هيبقى لي كلام تاني معاكي خالص. وانا مش فاهم العده دي طولت كده ليه؟ سعيد مش هيرجع لك، ده صاحبي. هيرجع لي وهتشوف، هيرجع لي. قول له يا سعيد، قول له يا سعيد انك هترجع لي. قول له، قول لها يا سعيد، قول لها مش هترجع لها يا سعيد. قول لها. بقول لكم ايه، انتوا الاثنين تقعدوا مع بعض وتتفاهموا، انا عندي مشوار مهم ومش عايز اتاخر. ايه بس ارجوكم، مش عايز فضايح هنا شغل. انتوا بقى اديني قهوه ساده يا سعيد. استنى يا سعيد، اهو مشي ارتحت. مدام عامله، منير جوه في مكتبي بس من باب الاحتياط خبطي. Thank you.
بنت لسعيد بابا قميصها فاطمه. اه صحيح ده هو. هو مش كان المره اللي فاتت شعره اسود؟ ايوه حقيقي. لحق بقى جنجة. بس بيني وبينك شكله كده احلى، ولا ايه رايك يا لطيفه؟ انا بحب الراجل اللي شعره ابيض، نحسه اللي هو تاج مزيان على راس الراجل. ما نحبش ابدا الراجل يسبخ شعره، كل عمره عنده جمال. طب بقول لكم ايه، ما تيجوا نسالوا عن انيسه وفاطمه. انيسه انا قابلتها من فتره هي وخطيبها. هو خطيبها حلو؟ يعني الراجل لازم يكون حلو؟ امال هيكون ايه بس يعني وحش؟ يكون راجل فيه كل صفات الرجوله. انا بقى بحب الرجاله الحلوين اللي دايما شباب على طول. يعني انا مثلا لما اتجوز هخلي جوزي يفضل شباب على طول، ما يعجزش ابدا، نفضل نلعب ونرقص ونتنطط ونجري. يعني عاوزه ارى جوز. بس طول الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، هو خطيب انيسه حلو؟ مش وحش، بس تحس كده اني واخدها جد. بصراحه عايز يفك كده. ايه يا عم اتاخرت ليه؟ انت مش عارف ان انا موظف مهم يا دوب على ما خلصت. يلا بينا. طب اخد نفسي واشرب فنجان قهوه على حسابك. ايه بقى عايز تشتري حاجه في حدود كام؟ يعني في حدود 2000. هي عندها موبايل؟ ايه ايه يا محسن، اوعى تجيب لها سيره. ايه الموبايل دي؟ لا مش هخلص ساعتها، هتقعد تقول لي انت فين ورحت فين وجيت منين. انما ايه البنات الحلوين دول وانا جاي ملاحظ انهم عمالين يبصوا عليك؟ دول اصحاب انيسه وفاطمه. بالذمه منير الغبي ده لما جه يتجوز مش يتجوز بنت حلوه زي البنات دول؟ بدل استغفر الله العظيم اللي عايز يرجع لها مره تانيه، دي دول بيقولوا المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. قول لي يا محسن، لو انت مش متجوز كنت تفكر تاخد واحده من دول؟ بصراحه انا ما فكرش، دول جيل واحنا جيل تاني يا سعيد. عشان كده انا لما وصلت لسن ال40 ما اتجوزتش، وحبيت اتجوز اخترت واحده مناسبه. الواحد لازم يبص لقدام يا سعيد يا اخويا. ايوه بس الواحد مننا بيعيش مره واحده يا محسن. ايوه بس الزمن ما بيرحمش. الزمن سرق عمري وانا عايز ارجع اللي سرقه. بالعكس بقى، انا شايف ان الزمن اداك اكتر ما خد منك. اداك زوجه بتحبك، اداك اولاد اي حد يتمناهم، اداك المال، يبقى سرق منك ايه الزمن يا سعيد؟ سرق حاجات كتير كنت بحلم اعملها وانا صغير. زي ايه يعني؟ زي الحب اللي بتمناه. يا اختي خديه اتهني بيه، اشبعي بيه بالهنا والشفا بلا وكسه. ايوه هتجوزه، وانتي اللي حطولي لا منير ولا سعيد. سعيد ده اسمتي ونصيبي، ولولا المنيل ده ما بيننا ما كانش سابني ولا لحظه واحده. طب اتفضلي بره بقى من غير ما ترود، وما تنسيش ان انتي هنا في مكان شغلي، يعني على ارضي. وعلى ارض طليقي اللي عدتي معاه لسه ما خلصتش. ايه رايكم بقى ننقل المقابله ديت على ارض محايده احسن؟ يا حبيبتي وانتي طيبه يا مديحه، وجوزك طيب. لا والله ده هو سعيد والولاد احتفلوا بيا كده على الضيق يعني. طب بصي يا مديحه انا هقفل بقى عشان سعيد جه وعايزه اقوم اغدي. مع السلامه حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا ماما يا ناهي. ايه سعيد في ايه بتزعق ده؟ تعالي بص العصير. ابص على ايه؟ ايه رايك؟ رايي في ايه؟ انت مش شايفه ولا ايه؟ شايفه عادي يعني. عادي؟ دي كلمه واحده ست تقولها لجوزها اللي جايب لها هديه عيد ميلادها؟ مفيش كلمه متشكره؟ شفت قله التقدير بتوجع ازاي؟ ايوه يا سعيد، يا سعيد اسمع كلامي يا ابني. دلع يا سعيد، دلع وطبطب يا سعيد. الستات كده، تدي دلع تاخد دلع، تدي عكننه تاخد مرمطه وقله قيمه. اسمع كلامي، اسالني انا يا ابني. كل سنه وحضرتك طيبه يا ماما. بعيد بالفكر التحت.
ماما كل سنة وحضرتك طيبة. ده شكمان ده اللي في 9 عربية. يا ريت يا ماما كان عند حضرتك عربية، كنت جبتلك حاجة زي دي وركبتها لك بنفسي. طيب ماما انت اللي اخترتها ولا حد غيرك اختارها لك؟ حد مين؟ انا عارفة ما انتوا حبايبكوا بقوا كتير دلوقتي. مش هتفتح لي هدايا يا ماما؟ اي ماما مش هتفتح لي هدايا؟